انا اكون مفروض شكواي الى الله سبحانه وتعالى، بس المجتمع واخطاء كلها جاي تحسب علي يا حبيبي، وانا جاي تضرني حبيبي جدا دنيا واخره، حتى صحتي حبيبي انا جاي اتاذى من وراء انه شنو، من وراء الافعال السيئه التي تصدر من بعض المحسوبين علي، بعض المندسين حبيبي. وطبعا من تصدر امور حسنه من التيار، ما يسمونه بالتيار ما يحسبوها على مقتدى، بس من تصدر امور سيئه تنحسب على مقتدى. مو الاعداء يتربصون بنا الدوائر حبيبي، تقولون ان نحب مقتدى ونحب آل الصدر، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، اهل البيت سلام الله عليهم. حبيبي كونوا لآل الصدر خيرا ولا تكونوا عليهم شنو شرا. انتوا لا تحسبون تخلون افعالكم السيئه تنحسب علي، وبالآخرة أتأذى حبيبي وبالدنيا ما أتأذى، وأنا فوقاي الله سبحانه وتعالى وجواي جهنم.